مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم. بلادنا تمر في مرحلة استنساخ عجيبة، حتى صرنا نعيش في زمن النسختين، وأصبح لنا من كل شيء اثنين. لدينا رئيس عملوا رئيس نسخة مزورة، لدينا حكومة عملوا منها حكومة أخرى مزورة، بنك صار بنكين، والعاصمة صارت عاصمتين. كل شيء عملوا منه نسخ متشابهة، حتى ميقالو عملوا منه نسخة أخرى، حتى الإعلام الرسمي صار لكل قناة نسختين مختلفتين. كل شيء عملوا له نسخ ولصق إلا حاجة واحدة، الراتب عملوا له قص. كان عاد باقي مجلس النواب بدون نسخة، ولكن ما يفوت تمش، ساروا جابوا واحد معه أربع ألواح خشب عملهن عرض الجدران ومطرقة وطاولة، وعمل برلمان خبزه في ليلة ويوم، وسموه قبة قبة البرلمان. بسم الله ثم باسم الشعب نفتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب نفتتح الجلسة. الأخ عبد العدل يقرأ المحضر. واللجنة لقراءة محضر اليوم. شكرا لكم، الجلسة مرفوعة. وشكرا جزيلا، وترفع الجلسة. عاش الدور، مجلس نواب، مجلس نواب عاش الدور، رفعت الجلسة وفتحت الجلسة وفتح المحضر وباسم الشعب وعاش الدور. الواحد يعمل أول شيء مجلس عربي، مجلس ضاغط، مش مجلس نواب من أول مرة. بعدين هو اللي يرشح نفسه، وهو الذي انتخب نفسه، وهو اللي يفز برئاسة المجلس، وهو اللي يفتح المحضر، وهو اللي يحقق، وهو نقطة النظام، وهو اللي يعترض، وهو اللي يرفع الجلسة ويرفع المجلس ويكنس المجلس ويغسل المبازق والمداكي، هو الكل فالكل. طبعا كان أول قرار اتخذته سلطة الانقلاب في صنعاء هو حل مجلس النواب وإلغاه. مادة 6 يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه 551 عضوا، يحل محل مجلس النواب المنحل. عملوا إعلان سموه الإعلان الدستوري، ألغوا فيه مجلس النواب. ما هي إلا فترة وإنهم بيدوروا أي شيء يضفي عليهم الشرعية. قالوا وين راح هذا المجلس اللي يلغينا، مجلس المجلس المنتهي. جمعهم، فقاموا بتجميع المومياء المتبكية فيه وجمعهم، يلا استفيدوا من التراث، هذا مجلس أثري. جمعهم وبثوا الروح فيهم وحملهم في ديننا، ويلا عقدوا جلسة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب نفتتح الجلسة. طبعا هذا المجلس يعتبر أطول وأقدم مجلس في العالم، باقي شوية ويدرجوا ضمن التراث العالمي ويعملوا له السور وأنه محمية طبيعية. إلى درجة أنه أنا مثلا لم أشارك في انتخاب هذا المجلس، والسبب أنه وقت انتخبه كنت عاد أنا صغير تحت السن القانوني للانتخاب، وما زلت أنتظر من ذاك اليوم إلى اليوم أمارس حقي القانوني وأنتخب من يمثلني في مجلس النواب، ولا فائدة. منتظر حسد بلعاني عشان الله أصوت أنا. طبعا هذا المجلس من حين إنشاء وهو مجلس الموافقة، يرفع يده ويوافق، خلق ليوافق، تجي أوامر مشفرية. موافق؟ موافقين، دائما موافقين. شعارهم في المرحلة الحالية من تزوج أمنا عمنا، شكرا جزيلا. لا شكر على واجب، ليش الشكر؟ ما خسرنا لكش حاجة. وبعد ما زوجوا أمهم بعمهم الجديد، إيش القضايا اللي صاروا يناقشوها وتهم الناس فيما يتعلق بأن 5000 التي تعتمد للجلسة المسائية لا تفي بقيمة الدبة البترول. حقوق الأعضاء يعني مرت سنوات والأعضاء لا يحصلوا ولا على 20% من حقوقهم سواء الراتب. شكرا جزيلا. بيناقشوا حقوقهم ومستحقاتهم، حقوقهم وللبيت رب يحميه. ما عاد باقي قضية تهم اليمن واليمنيين إلا حقوق أعضاء مجلس النواب. إلا مرة صراحة، مرة حسوا بالشعب هذا ومعاناته وناقشوا قضية مهمة تهم كل مواطن. بالنسبة للاتفاقية التجار النووي، هذا التجارب النووية، هل في إمكانية أن احنا نصنع نوويا؟ تصويت مجلس النواب على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. النووي بيناقشوا النووي، النووي مرة واحدة خف علينا يا بيونغانغ الراعي. وبعدين أشيح الراعي بيسميها أشياء تكتو. التجارة النووية التجارة النووية تجارة أشياء يحيى.
ما فيش حاجة اسمها التجارة النووية، التجارب النووية. واتكتور أولا أعتذر إن أنا كنت ما لأني ساهر بالأمس. أيوة ساهر، قلت لي ساهر، ها ساهر بتناقش النووي. لو عاد رقدت بدري إيش ما تناقش، هيا لا عاد تعمل أي تجارب نووية وانت ساهر، هذا عمل لنا كارثة وتصير ترقد. كله كوم، وذاك الشيبات اللي يسلحبوهم للجلسات كوم، شيبات في آخر عمره يسحبوا، يلا تعال تعال يلا جلسة جلسة هاي، تعال ناقش النووي. نووي ايش؟ هو شاف في حياته نووي عشان يجي اخر عمره يناقش النووي ايش؟ هو ايش عرف ما هو النووي يعني. تعال تعال قد ناسي اي عند رشح، ومن اللي رشحه ولا يرشحه يسحبوه للجلسه زي الطفل اللي ما يشتيش يدرس، امه تسحبه سحب بالصميم. تعال يلا تعال احضر الجلسه وبعدين ما يهمهم، اجلس تكلم ما تتكلم، تناقش ما تناقش، خزن نام ارقد براحتك. وبعد ان افتتح الاخ الرئيس الجلسه بسم الله الرحمن الرحيم، سواء في اليمن او خارجه قالوا مستعدين تمام، وقلنا لهم لا معاكم مشاكل تفضلوا احضروا، هذه نقطه. ولكن ما دي قالوا في الخارج يا قلتكم الله، هذا الوالد هذا ايش يعمل لكم؟ هذا جالس تعذبه وديتوها المجلس، ايش يناقش لكم؟ هذا ما عادوش نائب، هذا نائم نائم، خلوه في البيت يرتاح. يعني يمكن بيقول لهم ودوني المجلس البيت، انا بيصيروا يودوا مجلس النواب يرقد، حرام عليكم. طبعا اللي هو نايم واللي بيزعق واللي بياكل، للامم المتحده ان واللي جالسين يسولفوا ويهدروا ويتكلموا في مواضيع ما ناقش ناقش ما لهمش داخل. لو سمحتوا يا اخوان انه اللجنه اللي حتناقش لا نريد انه زي ما المره الاولى يعدوا تقارير، اعدوا تقرير والتزمت الحكومه بها وبعدين وافقنا وبعدين ما نفذوش. بس في واحد محيرني جالس لابس نظاره شمسيه داخل مجلس النواب طول السنه. هذا واصل لابس النظارة الشمسية داخل المجلس مش عارف ليش يعني، أو يمكن في فتحة في السقف حق المجلس بتخل الشمس واصل بيلبس النظارة. الأستاذ حسن سويد يقرأ المحضر. عقد مجلس النواب جلسة. لحظة لحظة لحظة، ما دام تقرأ المحضر لحظة راجع بعدك، مش احنا في مجلس النواب نمشي أي حاجة. يلا تفضل اقرأ. بأن نتقدم بالشكر الجزير. الشكر ايش؟ الجزير الجزيل الجزيل. ايوه الطرف الاخر والمبعوث العممي وعدنا ان المبعوث العممي عممي ما الاممي الاممي العممي ايوه بقيادة السعوديه والعمارات والعمارات الامارات العمار شكله عمر هذا ربش الدنيا الامارات مش العمارات. تفضل. طالبنا ان يكون ملف البنك المركزي مستقل عن الملف الاستقالي الاستقالي الملف الاقتصادي مستقل عن الملف الاقتصادي يا استقالي ايوه. ويكون هبوط الطائرات في مطار عدن، ومن ثم يتم شكوى يتم شحنها شك أبو اللغة أيوة. طالبنا خروج القوات الأجنبية من البلاد. لا من البلاد من البلاد البلاد مش البلاد. كمل. ومخازن برنامج الغذاء العالمي العالمي عينك الله هذا يدرش يلا. وقد كانت مجمل هذه المشاورات جيدة. المشاورات 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 أن تكون هناك رقابة عمومية على البناء، وهذه رقابة ليست على البناء، جالس يعمر على المينا المينا على البناء. يا ربي عونك. وتم توزيعها للوقود المشاركة من المجتمع الدولي للوفود المشاركة للوقود ايوه. الترتيبات الكاملة ساعدتنا كثيرا لإنجاح المحافظات. ايش ساعدتك على ايش؟ المحافظات المحافظات
نفضت اللغة ايوه واصل. وطرحنا هذه النقاط كلها امام المجتمع الدولي وتم الترحيل. الترحيل الترحيب الترحيب. بتجنيد ثلث المبالغ في تلك الحسابات لها الاثر الكبير. بتجنيد ثلث المبالغ تجميد المبالغ مش تجنيده. كل عسكري عندكم. وقد بدأ التنفيذ وقف وقف لله تعالى خلاص وقف هنا خلاص. ومعنا احد النواب الاثريين نستضيفه اليوم نستفسر من مساء الخير يا نايب يا نايم يا حاج. ايوه شيخ عبد الله موافقين بعدك ما قلت احنا بعدك موكلي. شيخ عبد الله من؟ شيخ عبد الله قد مات الله يرحمه. الله يرحمه. والإرياني وين هو القاضي؟ من إرياني؟ اقدم لقدام لا ترجعش للخلف. الإرياني الله يرحمه مات والكل. الله يرحمه ولا تراك؟ يا الله اقول لك اقدم قدام بعد سطنف العصر الحجري. لا اله الا الله ما شاء الله عاد انا غرقت مزرع ماسو. اسمعني نشتي نسألك كيف تنظر للوضع الحالي؟ يا ولدي الحالي ما يعجبني فيني سكر. أقصد الوضع القائم. القائم والله قد عمك مع بين السرقون قد ركبي مع بين صلي الله وانا جالس. الأزمة اللي احنا نعيشها اليوم والحرب الدائرة. ايه الأزمة الراهنة شوف وما بالله سطام يخرج من الكويت ما شي حد يجلس مكان هالأزمة. لا حول ولا قوة إلا بالله استخرجوا هذا فنكان وهذا. طيب تمام اسمعني. ايه يا حاج باهو يا شيخ عبد الله موافقين ما قلت احنا بعدك خلاص. طيب خلاص روح ارقد خلاص ولا بترشيح اتصلتوا لي اتصور تمام. عادك ناوي تترشح؟ احنا نشتي نخمد الوطن. والله ان انتم خمدتوا خمدة الجن. الله معك يا حاج. اما اذا واحد من الحاضرين فكر يفتح موضوع حساس موضوع مش النووي ولا الصمود موضوعي هم الناس واحتمال يزعل عمهم الجديد مش ممكن. الراعي سهر له بالمرصاد يغلق الموضوع بسرعة. شركة النفط ما بتقرا شيء العبارة. ابعد عن الناقلة 100 ابعد عن الناقلة 100 قدم ابعد انا نشتغل في هذا الموضوع ما لنا اشتق ناقش الأشياء يوم الغدير يوم الولاية يوم الأحد في طريقي هذا الأمر. إحنا جبناكم لديكور من أجل التصوير جاي ناقشني عمنا الجديد بيزعل مش هذا وبس يسكتهم. سلم المجلس بكل الأصغر مشرف حوثي هذا مجلسك. أولا باسمكم نشكر الوزير على حضوره لكن إذا لدى أي مشاكل يعتبر المجلس مجلسه في أي وقت. المجلس مجلسك أسألك بالله لا تحرج يعني المجلس مجلسك يعني أي وقت تشتجي أهلا وسهلا مجلسك البيت بيتك حتى ولو مش موجودي بيحط لك المفتاح تحت القلبة أوصل تدخل معك عمال ولا كذا ولا جي ركدهم في المجلس والنواب يشتوا ينفعوك لاتهم يكفزوا للبكالة يغسلوا لك القادة يشتروا لك بيبس. لا أسألك بالله لا حرج المجلس مجلسك مش مجلس الشعب. طبعا لو في واحد مفتكر ان مجلس نواب كهذا بيكون منه فايده او بيصلح اوضاع البلاد فهو واهم. اصلا ما صلحش الميكروفون حق المتحدثين حق الاعضاء يصلح لنفسه جالس معظوفين هكذا طوال السنه. من الاخ رئيس المجلس السياسي 4000 قلم يطلع الكيس قالوا صح لكن احنا 3 اشخاص. انا اتساءل قتلت رجال الله هكذا حالهم هكذا طوال السنه قد العضو يخرج وقدوه معطوف ولا القبط النامق يعني ما قدرت. هو مهندس يجي يرفع الميكروفون وخلاص يعني طوال السنه متعلق فوق شخص كيف يصلحوا وضع البلاد اذا ما صلحوش يعني ظهور اعضاء المجلس. رحم الله مجلس عرف قدر نفسه. ايوه رحم الله مجلس عرف قدر نفسه. انتم من اختار هذا القدر وهذه المكانه وإلا في كل بلدان العالم المجالس المنتخبة من الشعب هي المجالس الأهم والحاكم هو من يستمد شرعيته منها ولكن أنتم اخترتوا هذه المكانة وهذا القدر. ولا الحوثي كم معه أعضاء في مجلس النواب ما فيش معه حتى يحيى الحوثي ترشح باسم المؤتمر. أنتم من أعطيتوهم
وحاولتم إعطاء الشرعنة لانقلابه. سمعتوا آخر خبر؟ ما هو؟ بالله عليكم ما سمعتوش؟ لا. أعضاء مجلس النواب الشرعية أخيراً اجتمعوا. بعد 4 سنين يلا حصلوا لهم قاعة. وحضورهم نور التلفاز والإذاعة. ورشحوا سلطان سعيد البركاني. الله يستر لا يقلع العداد الثاني. قولي على أمتي. وأخيراً وبعد طول انتظار أعضاء مجلس النواب الشرعية اجتمعوا. واكتشفوا انهم اغلبيه. الله الله طلعتوا اغلبيه. اللي هم اقل ينحازوا للانقلاب اجتماعات يوميه وجلسات وزي الصدق. وهؤلاء الذين اغلبيه جالسين في البيوت 4 سنوات. 4 سنوات واول ما اجتمعوا يومين وبيطالبوا باجازه. بعد 4 سنوات بيطالب باجازه. زي الذين ويصحى يقول خلوني ارتاح من اللي قايلوا لي. رجع يرقد مره ثانيه. عموماً أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، واجتماعهم هذا يحسب نقطة لهم والصالحة الشرعية. ولو تريدوا رأيي أنا الموضوع مش متعلق بهم ولا أنه ما حصلوش قاعة ولا مكان. هناك أطراف وجهات لا تريد لهم أن يجتمعوا. يعني بالمختصر تقدر تضغط على شخص واثنين، لكن عندما يكونوا جماعة ومجلس من 100 و 150 صعب الضغط عليهم والتأثير فيهم، صعب إسكات أصواتهم. ولهذا هناك أطراف من صالحها أنهم يركضون في البيت، وإلا برغم السلبيات برغم الأخضاء برغم طولة فترة بقائهم إلا أنهم يعتبروا نقطة قوة لصالح الشرعية. وكنسلتهم ورقدتهم في البيت مش من صالح الشرعية. المهم نتمنى أنهم بعد رمضان يستمروا في عقد جلساتهم. كنا رمضان يشتوا يستريحوا ويأخذوا استراحة، أصلا داوموا يومين في 4 سنين فطبيعي يأخذوا استراحة وفترة نقاهة. أصلا الرجل عضل يومين فوق كرسي فلازم يأخذوا استراحة. أهم شيء أنهم بعد رمضان يكونوا عند مسؤولياتهم ويستمروا في جلساتهم. ونتمنى أنهم يعقدوا جلساتهم مش بس في سيون، نتمنى أني في عدن وفي صنعاء. أصلاً هم خرجوا من صنعاء لا عدن على أساس يرجعوا من عدن لا صنعاء، ما عاد قدرناش نرجعهم عدن، وعقدوا الجلسة في سيون. بس أنا خايف أن الجلسة القادمة يعقدوها في منفذ شحن. يحتاج جواب اش يعملوه مجلس نواب 20 سنة يرفع يده ما في اعتراف كله تمام والراعي ده بالمطرقة ازعجتنا شعري منكم شاب.
آخر كلام أهم شيء انتو تمام. ازيكم كيف انكم؟ أنا لي زمان ما شفتكم، مشتاق كتير كتير كتير، أنا من زمان ما شفتكم. جبتوا لنا رب شو جنان، والله حرام حرام حرام، بيت الحلو والله حرام، الشعب يموت عادي يموت، أهم شيء انتو تمام، لكم الحليب واحنا البيضان. من اللي جاي شكله عجيب سرعة كبيرة، والعواقب قاسمة.